بساعدهم. شلونك يا مرحبا؟ بساعدك شلونك؟ هلا بيك عيتيني. الله يساعدكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا صحاب قناة الموصلية. السلام عليكم. على ضرب هذا هاي تنقى هاي او عمده ميت عنده يدير ما قاعد يقدر ينزل توصل تحت هذه اصلا قناة الموصلية موصلية؟ ايه الله بيك مشكورة الموصلية خدمتكم الموصلية بخدمتك الله بيك وياكم خطوة خطوة ما ظل شيء إن شاء الله والله يا أول الموصلية يا أول بول الموصلية أول بول هنا وين حنا نشكرهم على تواصلهم خابرة هلا خابرة أهلك قل لهم أنا بالموصل و مطبوبك هون عليكم السلام ورحمة الله رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله إن شاء الله رمضان الانتصارات إن شاء الله علينا إحنا الآن فترة التماس بين القوات الأمنية الفرقة التاسعة و عناصر داعش الارهابيه شلون معنوياتك والله اول شيء رمضان كريم علينا وعليكم وان شاء الله كلها ساعات قليله وان شاء الله نزف البشرة بتحرير المستشفى وان شاء الله هي يعني احنا هذا الحشود هاي اللي قاعده ان شاء الله يعني وقت استراحه لا تتصور انه قاعدين حاصرين هذول الانذال وان شاء الله ما ظل شيء ونتقرب رمضان كريم عليكم وعلى الموصليه قناه الموصليه اللي دائما ويانا بارض المعارك ورب يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله يا رب ما بقلل شيء قليل وتحرر الموصل بالكامل اكيد بدعواتكم وبجهود ان شاء الله اهلنا طبعا نشكر جهودكم اول شيء حتى تغطيه هاي مالتكم همينه ان شاء الله احنا جيش العراق منصورين فوق 16 و 73 الابطال فوج الثاني همينه دلل معنويات عاليه بعد ها صوبنا همينه وغضنا الاخلاء فرقه تاسعه من الابطال فرقه تاسعه من الابطال ويانا ان شاء الله منصورين ما ابغى شيء الا القليل جبتكم الارقام الله شكرا حيكم قل لي بس عشر ان شاء الله بالتسعه تسعه سلام فيصل سلام ايش يصور ما اصل كان بدي اطلع هذا ابن دياله هلك عمر باشرت قطاعاتنا اللواء 36 من الفرقة التاسعة ولواء 73 بالتقدم نحو المجمع الطبي لمنطقة الشفاء اللي موجود هو تقريبا آخر واجب أنه إن شاء الله حاليا بالتقدم قدرنا أن نوصل المستشفيات وبدأت عملية التطهير من بناية إلى بناية وإن شاء الله الأمور طيبة وإن شاء الله نزف البشرة إلى تحرير وإكمال الجانب الأيمن للموصل هل توجد هناك ممرات آمنة لنزوح العوائل؟ طبعا ممرات آمنة موجودة والنازحين اللي يجونا ونستقبلهم ونجري لهم عمليات الطبابة والمواد الغذائية ثم نقلهم إلى المناطق الآمنة ان شاء الله الله بس يصور الله
هاي ابطال التاسعة شوف ظلت بس جيت ثلاثة من هذول اثنين مو واحد واحد جوا مو واحد جوا واحد اثنين دول هنا تعال تعال فارزاق الجيش السلام عليكم السلام ورحمة الله ها مفخخ هذا مفخخ سيارة؟ لا دراجة اه مش مدري هذاك الولد ها؟ الولد من جد؟